أكد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام أن المملكة العربية السعودية الشقيقة تقدم على مر التاريخ أروع الدروس والمثل العليا في حسن التنظيم وكرم الضيافة وخدمة الحجاج والمعتمرين ونشر الأمن والعدل والطمأنينة، مشيدا في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط بالجهود التي تبذلها الشقيقة الكبرى بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله في رعاية حجاج بيت الله الحرام.